لمزيد من الفهم والتحليل ينضم إلينا الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار. أهلا بك أستاذ ضياء. أهلا بك دكتور محمد وأهلا بالمشاهدين الكرام جميعا. نفهم إيه من هذه المستجدات على مائدة الحوار الوطني؟ الحقيقة يعني بيان النهاردة هو الخبر الصحفي هو استمرار للجهود اللي بيقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطني وكل المشاركين فيه الحقيقة من أجل توسيع نطاق المشاركة في الحوار لكل الفئات، وسواء الفئات السياسية أو الحقوقية أو المجتمع الأهلي أو الشباب أو غيره. وإحنا ده اللقاء الثاني زي ما جه في البيان اللي تم عقده مع عدد من المنظمات المرة الماضية من عدة أيام، كان عندنا 10 منظمات، النهاردة عندنا 12 منظمة في البيان اليوم، وعدد كمان من الشخصيات يعني ذات الصلة بالمجتمع الحقوقي حقوق الإنسان في مصر. والحقيقة يعني ده لاقى من الجميع كما جاء في البيان السابق أن كل هذه المنظمات والجمعيات متحمسة للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدة على مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، مقدمة أيضا وبصراحة شديدة في اجتماعات طويلة، هذا الاجتماع كان طويلا كاجتماع السابق، ونقشت في كل القضايا اللي ممكن يعني تعوق حركة حقوق الإنسان عن عملها أو قضايا اللي هتناقش في جلسات الحوار. وأنا بالمناسبة بس بأكد على معلومة أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة هي لجنة ضمن لجان المحور السياسي الخمسة، وبداخلها داخل هذه اللجنة وحدها هناك 7 قضايا مركبة لحقوق الإنسان تشمل وتغطي الحقوق السياسية والمدنية. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية موجودة في المحور الاقتصادي والاجتماعي، سواء حق السكن، حق التعليم، كل الحقوق أو الصحة وكل الحقوق الأخرى. أستاذ ضياء، يعني أنا لاحظت طبعا أنه في عدد كبير من المنظمات الحقوقية من مختلف الأطياف مشاركة في الحوار، وتم ذكرها في نص الخبر. كيف لمست تفاعل هذه المنظمات مع الحوار الوطني؟ بص، الحقيقة المنظمات دي يعني هي جزء من يعني جزء من قوتنا الناعمة، وجزء أيضا سواء في الإقليم أو في العالم. إحنا ملتزمين، مصر ملتزمة بالموثيقة الدولية لحقوق الإنسان، وبالمناسبة لمن لا يعرف مصر موقعة على 10 معاهدات دولية لحقوق الإنسان أقرتها الأمم المتحدة من 18. طبعا الولايات المتحدة موقعة على 5، اليابان موقعة على 7، إسرائيل موقعة على 9، يعني إحنا ملتزمين. اثنين، إن إحنا عندنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أعلنها السيد الرئيس في سبتمبر 21، ودي أيضا إطار آخر. 3، عندنا الدستور فيه أكثر من 51 مادة تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية فقط. وبالتالي مشاركة هذه الجمعيات وهذه المنظمات في الحوار الوطني واللي هم بيأكدوا عليها بتناقش عمل منظمات حقوق الإنسان لأنها لديها مهمة، وهو تحسين أحوال حقوق الإنسان من ناحية تانية. وده نوقش طبعا زي ما بقول لحضرتك القضايا المختلفة. في شيء تاني هم سموه شواغل حركة حقوق الإنسان، وشواغل حركة حقوق الإنسان هو بعض التعقيدات الإدارية أحيانا، بعض العقبات أحيانا أخرى اللي تقف أمام أدائهم لعملهم أو انتشارهم أو حتى اخذ يعني الموافقات الرسميه على عمل. النقاشات شملت النوعين دول وبمنتهى الصراحه. لكن تاكيد هذه المنظمات من اللحظه الاولى، والحقيقه هنا لابد لي ان انا يعني اشكر يعني كل من الاستاذ نجاد البرعي مجلس الامناء، واشكر ايضا الدكتور نجيب مسعد اللي هي مقرره لجنه حقوق الانسان والحريات العامه، والمحامي الاستاذ احمد راغب المقرر المساعد. هذه الجهود بتتم بين ابناء يعني نقول ايه فئه بتشتغل مع بعضها، مختلفه طبعا في تصوراتها وفي سبل الوصول لحقوق الانسان، لكن متفقه على اهدافه، وده اللي قالوه في الاجتماع الاخير. وبالتالي احنا ناقشنا كل ده مناقشات اوليه، لكن بقى الاجتماعات لجان مجلس لجان الحوار الوطني هتناقش فيها باستفاضه مشروعات قوانين هم مقدمينها وهيقدموها، ومقترحات لقرارات تنفيذيه، وده زي ما طلب السيد رئيس الجمهوريه بان ترفع عليه كل هذه المقترحات لاتخاذ اللازم في شأنها. أنا انطلاقا من هذه النقطة أستاذ ضياء عايز أتكلم مع حضرتك عن الضمانة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وهي متابعة السيد الرئيس، كلمني أكتر عن ده. شوف حضرتك، يعني إحنا عندنا الحوار الوطني عبارة عن أول مبادرة السيد الرئيس أعلنها بنفسه، ويعني بدون وجود أي مطالبات بيها أصلا، لكن أعلنها وقال بشكل واضح نحن قد نكون تأخرنا في الإصلاح السياسي لوجود أولويات أخرى قبله، وبالتالي نحن نبدأ الآن الحوار الوطني. والحوار الوطني الرئيس حدد مخرجاته، قال إما أتلقى مقترحات تشريعية فأرسل بها لصاحب الاختصاص وهو البرلمان
بمجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، او مقترحات تنفيذيه بقرارات ايضا سيتم اتخاذ اللازم بشانها. طيب الضمانات ايه؟ الضمانات اولا ان هذا تعهد رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهوريه اعلن هذا بشكل واضح امام المسؤولين جميعا، واحنا ترجمنا ده في الحوار الوطني في مجلس الامناء الى لائحه. وهذه اللائحه استبعدنا فيها دكتور محمد اي تصويت، لا يوجد تصويت على مقترحات، يعني لا يوجد لا اقليه ولا اغلبيه. المقترح الوجيه او الاثنين او الثلاثه هيرفعوا للسيد الرئيس. الضمانات بالاضافه الى يعني تعهد السيد الرئيس هو كمان الراي العام، يعني كل من سيشارك في الحوار، الحوار وايضا بحكم اللائحه جلساته علنيه. كل من سيقدم شيئا سيسمعه المصريون والعالم والاقليم. وبالتالي هذه المقترحات بالقطع القياده السياسيه ستسمع او سترى كيف يحس الناس ويشعر الناس وذوي الشأن فيما يتعلق بكل اقتراح، ويكون ده احد عناصر ايضا تغليب الاخذ به. وبالتالي الضمانات موجوده على مستوى رئيس الجمهوريه، موجوده على مستوى علنية الحوار والجمهور العام اللي هيستمع اليه ويراه، وموجوده ايضا على مستوى ثالث واخير وهو ان الحوار فيه كل القوى اللي هي مختلفه في رؤاها. وبالتالي كل قوه منها رقيب على الاخر عشان انه لا يستبعد راي ولا يحذف مقترح، وانه توصل كل هذه المقترحات والاراء سواء للجمهور العام او بعد كده طبعا للسيد رئيس الجمهوريه بعد اقرار مجلس الامناء له. الاستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.